حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة ان شاء الله. النهاردة هنعمل بانيه، طبعا الاكلة المعروفة ده، حطيت له بيض وبقسماط ودقيق وكده، هحطه في التلاجة تبلته، والكمون والشطة والملح والكركم والزعتر كده، هحطه في التلاجة نص ساعة كده واقليه. المكرونه جنب البانيه كده، عملنا المكرونه، فاضل باقي البانيه. كده حبايبي الاكله كده البسيطه، المكرونه والبانيه ده طبعا المعروف ده، ما تاخدش وقت ولا اي حاجه، مستعجله على كده على طول، شوية مكرونة على بانيه، وممكن برضو يتاكل بعيش وجنبيه طبق سلطة، بس انا ما عنديش سلطة. وتعي اهل كده، وياريت ايه الاكلة تكون عجبتكم، ولايك لايك لايك وشير، واشكركم جدا 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 على القناة بتاعتكم اللي بتدعموها، اشكركم جدا، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.